Hi brother, how are you? I hope you're fine. Today اليوم راح نكمل الكلمات مع الجمل، تمام؟ راح نواصل الكلمات كالعادة، 5 جمل أو 5 كلمات أو 6 كلمات، تمام؟ والكلمة الأولى هي طبعا كيف نقول بدني أو جسدي، مثلا physical. physical معناها بدني أو جسدي، تمام؟ physical. فايسيكل، تمام؟ فايسيكل، فايسيكل معناها شو؟ بدني أو جسدي، تمام؟ فايسيكل، فايسيكل معناها بدني أو جسدي. إكسبت، إكسبت مثلا، إكسبت تجي معنى ما عدا أو باستثناء except except، تمام؟ except 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 باستثناء أو ما عدا، تمام؟ agency، agency معناها شو؟ وكالة، agency أو agency، agency agency، تمام؟ وكالة. communication معناها شو؟ اتصال، communication. communication communication come you communication communication، تمام؟ الكلمة هاي مشان حفظها هي طويلة شوي، قسموها إلى 3 أجزاء. communication، تمام؟ communication معناها شو؟ اتصال. extent، extend ومعناها مد أو نشر أو بسط، تمام؟ extend، 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 تمام؟ extend، extend معناها مد أو بسط أو نشر. كلمة اللي بعدها مثلا interesting، interesting، انت interesting، تمام؟ interesting، interesting، تمام؟ طبعا هنا ما نلفظ ال جي، تمام؟ interesting، interesting ومعناها مثير، تمام؟ إذا physical except agency communication extent interesting interesting، تمام؟ مثلا في example مثلا physical، شو نقول مثلا؟ that's so physical، physical that's so physical، يعني مثل هذا أقول مثلا يعني كثير بدني أو كثير جسدي. except except I love مثلا، I love عمر except أبو جاسم، I love عمر except أبو جاسم، أنا أحب عمر ما عدا أبو جاسم، تمام يا شباب؟ agency its agency، إنها وكالة، تمام؟ that is ang أو that is ang agency، إنها وكالة. communication extend يمد أو ينشر، مثلا extend مثلا طول، مثلا لا تمد إيدك مثلا أو
extend don't extend your hand don't extend your hand تمام. interesting مثير مثلا oh that's so interesting هذا جدا مثير للاهتمام مثلا تمام يا شباب. هل واضحات هكذا الكلمات؟ إذا physical معناها بدني أو جسدي except ما عدا باستثناء agency وكالة communication معناها اتصال extend معناها يمد نشر أو بسط interesting 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 معناها مثير تمام. Today that's enough. Good luck and see you soon. Have a nice day.